قال مصدر عسكري معارض لبلد نيوز إن الطلعات الجوية لطائرات ميك 29 فوق منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون بريف حلب رسائل روسيا لتركيا. كشفت مصادر أمنية مطلعة أن روسيا وتركيا وإيران اتفقت على توجيه ضربة قوية لقوات سوريا الديمقراطية في منطقة عين عيسى بريف الرقة. انتشرت السلطات اللبنانية جثث 5 شبان من اللاجئين السوريين غرقوا في بئر مياه في منطقة الشلفة بطرابلس شمال لبنان. رفض العاملون في مرفأ طرطوس قبض رواتبهم من الشركة الروسية المشغلة للمرفأ بسبب عدم وجود وصل استلام براتب كل عامل منذ استلام الشركة وحتى الآن. أصدر وزير الداخلية الأردني سلام حماد قرارا باعتبار وثائق اللجوء الخاصة بالجالية السورية سارية المفعول حكما حتى نهاية العام الحالي.